يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، هل هذا من نصوص الصفات؟ لا، أيدينا هذا جمع، والله جل وعلا يخلق بيده مثل خلق آدم بيده، ويخلق بواسطة ملائكته الكرام الموكلين بالأعمال وكلها الله إليهم. نعم.